صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب. شو العضلات اليوم اللي بدنا نحركها؟ في البداية أشكر التلفزيون الأردني على هذه الاستضافة، كذلك أشكر برنامج يوم جديد والسادة المشاهدين. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن عضلات البطن وهوس عضلات البطن. عضلات البطن طبعا هي مختلفة كشكل وكحجم من شخص لآخر. طبعا هي بتعتمد في البداية كشكل أو كعدد من شخص لآخر على حسب الجينات، بينما إبرازها محتاج إلى تمارين رياضية، بينما حمية غذائية وهي الأهم. الشخص العادي أو أي شخص عنده عضلات بطن، ولكن هي دائما بتكون خلف الدهون مخفية. نعم، فالعضلات دائما موجودة ولكن هي مخفية خلف الدهون، فالشخص محتاج أنه يسوي حمية غذائية علشان يبرز هذه العضلات. وأنا حوريكم اليوم كم تمرين ممكن الواحد يسويه في البيت أو في أي مكان بدون أدوات رياضية، بحيث أنه نستهدف دائما كامل العضلات، بينما هي تفعيل للألياف العضلية العلوية والمتوسطة والسفلية. في البداية حبدأ أوريكم. في هذا التمرين نستهدف الألياف العضلية العلوية. في هذا التمرين نستهدف الألياف العضلية المتوسطة. بينما هذا التمرين يستهدف عضلات أو يستهدف الألياف العضلية السفلية. ويفضل دائماً التكرار ما بين 13 إلى 15 من 4 إلى 5 جلسات. وأيضاً أنا حضيف أيضاً تمرين إضافي وهو البلانك. كوتش، بدي أسألك، يعني هلأ أوقات كتير بيقولوا إنه عضلات الكور أو اللي إلها علاقة زي ما أنت تفضلت بالعضلات سواء السفلية أو الوسطى أو العلوية هي أصعب عضلات إنك أنت تشتغل عليها، هل هذا صحيح؟ يعني عضلات الإيدين الرجلين هذه أسهل من عضلات الكور؟ هي فعليا ما في حاجة اسمها سهل أو حاجة اسمه صعب، لكن أنت لما تتمرن بشكل كامل لكامل الجسم وتقوية عضلات الكور، تمام، هذا الإشي بيساعدك على تقوية جميع عضلات الجسم، لأن الكور هو عبارة عن العضلات الأساسية اللي ماسكة كامل الجسم، حتى بتبعدك عن الإصابات بشكل جدا جدا ممتاز. طبعا صحيح، هو لانه الاغلب بتغلبوا، يعني اغلب الناس عندها مشكله بالمحيط، دائما بيكون هاد فيه الكرش بنسميه الكرش وجاهها، فمرات كثير هم اكثر شيء يعني بنحس انه الدهون متجمعه بهاي المنطقه. يعني كوتش يمكن مش مهم كثير احيانا، يعني عشان نكون كمان واقعيين، مش مهم انه نبرز العضلات بشكل زي الرياضيين وزي الصور اللي أحيانا ممكن الناس بتشوفها، ولكن المهم إنه زي ما قلت نحافظ على منطقة قد ما نقدر فيها كمية دهون قليلة وبنفس الوقت مشدودة. وبما إنه اليوم رح نحكي عن الحمل والولادة، على فكرة هاي التمارين فعلا بتساعد إذا تم، يعني إذا الشخص كان متعود، أو بنحكي على السيدات بالتحديد إذا كانوا متعودين على هاي النوع أو هذا النوع من الرياضة قبل موضوع الزواج والحمل والولادة بخدمها بكتير، صح كوتش؟ بفيد. صحيح صحيح.
عملية الرياضة بصفة عامة هي تقوية كامل الجسم سواء كان ذكر أو أنثى، فهو بيساعدك في جميع النشاطات في يومك، فهذا الإشي جدا جدا مفيد جدا جدا مهم أنه أنت دائما تمارس الرياضة وتقوي عضلات جسمك دائما بالكامل بدون الاعتماد على شكل معين أو أنا بدي أوصل للشكل هذا، لا كونك أنه أنت صحي وبتاكل بشكل سليم وتمارس رياضة يوميا فهذا يكفي أنه أنت تمارس حياتك بشكل طبيعي جدا، خاصة أنه هلأ صار في أجهزة وآلات بتعمل هذا الموضوع يعني بدون ما تحرك الواحد للشباب بالذات من غير ما يتحركوا. بس في قاعدة أنا يعني بسمعها وبعرفها من زمان، وهي أن الإنسان دائما يكون شادد عضلات بطنه وإنت قاعد وإنت ماشي، لأنه إنت مع الوقت بيضلوا عضلات البطن أو المنطقة هاي دائما مشدودين، صح؟ هذا كلام صحيح صحيح فعليا، لازم الإنسان دائما لما يقعد ولما يوقف ولما يسوي أي حركة تكون دائما عضلات البطن دائما مشدودة مرخي وظهره محني صحيح، لأنه أصلا عضلات الكور كمان تبعدك كمان عن إصابات الديسك بشكل كبير جدا، لأنه هي تعتمد كحامي أو قواقي لكامل المنطقة الكور، فتقويتها لهذه العضلات هي أساسية جدا، لأنت على الأقل ليس بالضروري أن أنت تحصل على عضلات بارزة صحيح للسيكس باك أو whatever، لكن يفضل دائما أن أنت تمرنها ودائما تتبع حمية غذائية على هذا الأساس، أنت بتقوي المنطقة هذه طول العمر. كل الشكر لك، تحياتنا وصباح الصحة والحيوية، هذا أهم شيء، لأنه هي الصحة اللي ما بتتعوض ابدا، يعني كل شيء يمكن بالحياه ممكن تعويضه، ولكن صحيح. الصحه اكيد هي تاج على رؤوس الاصحاء، الله يديمها عليكم.